الرحمن الرحيم، اهلا بيكم كل متابعين الكرام في فيديو جديد وحلقة جديدة استكمالا لحلقتنا. طبعا كتير جدا من حضراتكم لسه محتارين، الوقت بيعدي وانا ما بقتش عارف اشتري شهادة 23.5% او 27 بحسب ظروفي انا، او اقصد يعني اختار البنك ولا اروح للذهب. اللي بيحصل في اسواق الذهب دلوقتي ملخبط الناس جدا، والناس مش عارفة تعمل ايه. طيب تعالوا نعمل مقارنة بسيطة بينهم الاتنين، وناخد في الاخر القول الفصل في النهاية اشتري ده ولا ده. اتكلم مع حضراتكم في التفاصيل دي كلها ونعمل المقارنة دي مع بعض، ولكن يا ريت لو حضراتكم ما اشتركتوش في القناة تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل حضراتكم منا كل جديد. طبعا بالنسبة لموضوع الشهادات ال 23.5% ولا 27%، اختار انهي فيهم لو انا خلاص اصريت انه انا او اخترت انه انا هكون داخل البنك. في الاول انا يعني انا الوحيد اللي اقدر اتكلم في الموضوع ده، وانا الوحيد اللي اقدر احدد احتياجاتي. اول شيء هبدا اشوف مصروفاتي اكتر من ايراداتي ولا ايراداتي اكتر من مصروفاتي. طبعا برغم كل الظروف الحاليه في ناس كتيره جدا ما شاء الله ايراداتها اكتر من مصروفاتها، وفي ناس برضو العكس. حضرتك الوحيد اللي تقدر تحدد ده. لو ايراداتك اقل من مصروفاتك، يعني اللي بتحتاج له اكتر من اللي بيدخل ليك، يبقى حضرتك هتروح دلوقتي لشهاده ال 23.5%. واصلا كده انت مش محتاج لمقارنه ما بين الشهاده والذهب. انت الحل الوحيد عند حضرتك ان انت بتحاول انك تزود دخلك، او انه انت بتحسن دخلك من خلال الشهاده. لكن لو ايراداتك اعلى يبقى حضرتك هتروح للشهاده. لو مصر تكون موجود في البنك يبقى هتشتري شهاده 27%. ولكن هنا برضو عندي سؤال، لو انا مش بحتاج للعائد اشتري شهاده 27% ولا 23.5%؟ هنتكلم مع بعض. لو انا مش محتاج للعائد، ركزوا معايا شويه، لو مش بحتاج للعائد وكده كده انا في نهاية المدة عايزهم 127,000 جنيه في نهاية السنة، لا انا ممكن من الافضل انه انا اخد الفلوس ب 23.5% وكل شهر اخد ال 23.5% استثمرهم. في نهاية المدة هلاقي ال 27% بقت 40%. ودي انا قلتها لحضراتكم قبل كده وديت عليها مثال، ممكن حضراتكم ترجعوا للحلقه دي وهسيبها لحضراتكم فوق في علامه الاي. طيب انا محتاج اكون موجود في البنك، ولكن في ناس كتير قالت لي انه اذون الخزانه افضل من الشهاده. هقول لحضرتك اذون الخزانه زي الشهاده والشهاده زي اذون الخزانه، ولكن دلوقتي اقدر اقول لحضرتك يعني بمنتهى البساطه وبصراحه شديده جدا انه اذون الخزانه لاول مره بتكون هي مش الافضل على الاطلاق. يعني في اوقات كتيره جدا بتكون اذون الخزانه معانا افضل مليون مره من الشهاده، وده كان موجود ايام شهادات ال 19% لانها كانت شهادات اعتياديه شهادات عاديه. لكن في الاوقات اللي احنا فيها دي بيكون البنك مديني شهاده استثنائيه بعائد استثنائي، يعني الى حد ما مرتفع، فاذون الخزانه مش بتوصل لي. وممكن حضرتك تلحق ترجع للحلقه الماضيه انا كنت عامله فيها يعني مقارنه ما بين اذون الخزانه وبين الشهادات، هتقدر تعرف بالظبط هتاخد كام، هتقدر تعرف بالظبط ممكن تحصل على قد ايه، وانهما افضل الشهاده ولا اذون الخزانه. ده كده بالنسبه للي حابب يكون موجود داخل البنك. طيب في ناس بتكون موجوده برضو داخل البنك لان هي بتحتاج لجزء والجزء الاخر لا. طيب لو انا مثلا بحتاج معايا 300,000 جنيه، باخد عائد 100,000 جنيه وال 200,000 جنيه بينزلوا في الحساب بتاعي، يبقى هحط الشهاده بتاعتي او اربط الشهاده بتاعتي بال 100,000 جنيه وال 200,000 جنيه، بقيه ال 300,000 جنيه لا دول طبعا هروح اشتري بيهم ذهب فورا. امتى؟ برضو هقول لحضراتكم دلوقتي. بالنسبه لموضوع الذهب حضرتك ايوه ممكن تكون كسبان جدا 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 ومفيش حد اشترى الذهب قبل كده وخسر. لكن لو حضرتك هتشتري الذهب دلوقتي وشهر واثنين وثلاثه هتفكر تبيعه يبقى حضرتك هتخسر. هتخسر دلوقتي الذهب بيعدي بمرحله الى حد ما مرحله مفصليه جدا جدا، في توترات جيوسياسيه كتيره جدا جدا ممكن تاخدني بالذهب ل 4000 جنيه و5000 جنيه واكتر من كده، ولكن ممكن ما يحصلش ده. انا محتاج دلوقتي العائد كبير شويه علشان خاطر ارفع مع الذهب قيمه استثماري. لكن الذهب يا جماعه الى حد ما بيحافظ على استثمارك بصوره كبيره جدا. بتخسر؟ لا ما بتخسرش، ما فيش حد بيخسر مع الذهب. ليه؟ لانه زي ما انا قلت كتير جدا قبل كده ده مش استثمار مفروض عليا، ده استثمار انا بدخل للسوق وقت ما بحب واخرج منه وقت ما بكون كسبان. مفيش حد بيجي يسترد مني الذهب بتاعه، انا مش راهن ذهب، انا شاري ذهب، القيمه بتفضل عندي، شفت نفسي كسبان وحققت التارجت المحترم من المكسب، خلاص بروح ابيع وبكون كسبان وزي الفل. ولكن ده
في شرط واحد علشان خاطر تقدر توصل للتارجت المكسب ده، انه تكون حضرتك مش محتاج الفلوس خالص مدة سنة واتنين وتلاتة. لو انت من الناس دي يبقى لازم هتشتري ذهب فورا على اي مستويات. ايوه على اي مستويات، ولكن هو الى حد ما في قلق كبير جدا في موضوع الاسواق دلوقتي ووقف تسعير وحاجات تانية كتيرة جدا، علشان كده هشيل فلوسي على جنب دلوقتي وهنتظر بس عند كل نقط انخفاض. طبعا احنا بنقول لحضراتكم، بنقول لحضراتكم في حلقات الذهب لما بيكون في اشارة للبيع واشارة للشراء، حاليا الاسواق متوقفه، فاحنا هننتظر مع بعض شويه. ولكن لو حضرتك بتسال ومعاك فلوس مش محتاج ليها، الذهب افضل استثمار وافضل مركب ممكن حضرتك تركبها تنجو بيها من الطوفان القادم والتعويم والتضخم وكل الكلام ده كله. ده كده بالنسبه للناس اللي مش محتاجه للفلوس بتاعتها ولا للعائد بتاعها. طيب تعالوا بقى الناس قاعدين دلوقتي محتارين جدا، معاهم شهادات قديمه ومش عارف يكسر الشهادة ويدخل في الشهادة الجديدة ولا لا. عايز اقول لحضرتك بمنتهى البساطة ان في دلوقتي توجهات كبيرة جدا جدا للبنوك بعمل شهادات اقل من العوائد الحالية، وده بسبب التقارير الاخيرة او الارقام الاخيرة بتاعت نسب التضخم. ده اللي هيدفع البنك المركزي لعدم رفع اسعار الفايدة على مدد كبيرة للشهادات. يعني ممكن تكون حضرتك زي مثلا اصحاب شهادة 19% بتضحي باستثمار ثابت ومدته ثابتة مدة 3 سنوات علشان خاطر 11 شهر. هتقول لي 11 شهر هي الشهادة مش سنة؟ هقول لحضرتك ما خلاص انت لسه بتفكر وشهر واحد خلص، يعني انت حتى ال 23000 جنيه مش هتحصل عليهم، ال 27000 جنيه مش هتحصل عليهم كلهم، العائد ده على مدة السنة كاملة ال 12 شهر. ده كده اول شيء. لما جينا حسبنا مع بعض في اكتر من حلقه شهادات، كل الشهادات اللي فاتت طبعا 11% خلصت، ال 16 الشهادات 19%، كل الشهادات دي يا جماعه طلعت خسرانه امام شهاده ال 23.5% او ال 27%. ما هو اصل حضرتك هتطلع من شهاده 19% تدخل في 23%، ما هو انا مش هطلع من 19% ادخل في 27%، لانه صاحب شهاده ال 19% ده محتاج لعائد شهري، فهيدخل هناك فين؟ شهادة ال 22.5%، لانه ال 23.5% لانه بيحتاج للعائد الشهري. هتيجي تكسر تشوف عمولة الكسر هنا بتاعت البنك، هتلاقي البنك كسبان منك في الشهادة الاولى وانت بتكسرها، وكسبان منك في الشهادة التانية وانت بتدخلها، وانت الخاسر الوحيد في الموضوع كله. هنكمل استثمارنا زي ما احنا كتير جدا كنت بقول، دخلت استثمار كمله للنهاية، وبعد كده ممكن حضرتك لو معك فائض من العائد بتاعك هو ده بس اللي تقدر تستثمره. لكن دخلت استثمار ذهب، عقار، شهادات، أذون خزانة، أي شيء، الخسارة الحقيقية إنه أنت تكسر أو إنه أنت تخرج قبل ما تكمل الاستثمار. أنت بتكون عارف إنه العائد بتاعك مدة سنة، أنت ما بتحصلش على 100% من العائد غير لما بتكمل السنة. بتكون عارف انه العائد بتاعك 3 سنوات، مش هتحصل على 100% من العائد غير لما تكمل الثلاث سنوات. هنا الشهادة الى حد ما مش مغرية عائدا ومش مغرية مدة، يعني مدة سنة عدى منها شهر ما بقاش منها غير 11 شهر، شيء مش مغري. الحاجة التانية مدة العائد 23.5% الى حد ما برضو مش عائد مغري قوي كده للدرجة دي. فاحنا هنكمل في استثمارنا زي ما احنا، لان عمولات الكسر بتاعت البنوك بقت حاجة رهيبة جدا جدا. يعني بقيت تقريبا بلاقي نفسي بعد 6 شهور كنت مشحت الفلوس للبنك. يبقى كل اللي معاه استثمار دلوقتي يكمل فيه زي ما هو، وبعد ما يخلص استثمار حضرتك هنكون موجودين ان شاء الله برضو مع بعض، هنقدر نعوض خسارتنا ولكن من خلال استثمار اخر اقدر ادخل فيه على مستوياته ساعتها. لكن اخرج من استثمار الى حد ما بدات اكسب فيه الاستثمار انا هخسر فيه، يبقى حرام. اتمنى كده يكون الفيديو كان مفيد بالنسبه لحضراتكم، قدرتوا تفهموني وتعرفوا هل اشتري ذهب ولا اشتري الشهاده وايهما افضل، 23.5% ولا 27%. وهنا بنتظر من حضراتكم، يا ريت لو استفدتم معلومه واحده ما تنسوش تضغطوا لايك وشير كتير للفيديو عشان يوصل لعدد كبير من الناس، وان شاء الله هنتقابل في فيديو جديد. في امان الله.